السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما تتكلم ان انت بتحب بلدك ونفسها تبقى احسن بلد في الدنيا، وانها تهتم بالتعليم وتهتم بالصحة وتهتم بالبحث العلمي، ونفسنا نحل المشاكل الاقتصادية اللي موجودة، فيطلع لك شخص محترم ظريف جميل كل حاجة يقول لك لا، ما هو في مباني اتبنت. احنا هو مش شايف حاجة غير ان المباني تتبني، تمام؟ ودي ان شاء الله نتكلم عليها نفسيا، لكن خلينا نتكلم عليها سريعا من ناحيتين، مش هطول عليكم، من القرآن ومن التاريخ. طيب، من القرآن هنلاقي ان ربنا قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. كل الثلاث حاجات دول بيبنوا، تمام؟ لكن المشكله في ايه؟ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. فربنا كافئهم ان هم بنوا، ولا عمل فيهم ايه؟ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. طيب تعال بقى نبص على التاريخ ونشوف شخص بنى، يعني يعتبر تاني اعظم وافخم واكبر مبنى على مستوى العالم، تمام؟ قصر البرلمان الروماني في العاصمة بوخارست رومانيا. كان في ديكتاتور عايز العمارة تخلد ذكره، فبنى حاجة عظيمة جدا، يعني حاجة دخل مستوى جينيس، كان تاني اضخم مبنى في العالم بعد البنتاجون. اللي امر ببنائه الرئيس تشاو تشيسكو على اساس ان هو يحمل اسمه، اتبنى سنة 1984، السنة اللي اتبنى فيها. مساحته 400,000 متر مربع وارتفاع 100 متر. ده كان من الاسباب الرئيسية للاطاحة بيه، شايف الشعب ما بيتمرش في حاجة خالص. لا، هو المفروض يستحمل الجوع ويستحمل الاقتصاد ويستحمل كل حاجة، في مقابل ان عندنا قصور رئاسية وعندنا حاجات. تم اعدامه سنة 1989 رميا برصاص في محاكمة علنية. طيب القصة ايه؟ قصة ان سنة 1965 الحزب الشيوعي اختار تشيسكو، ده المفروض بقى ان هو العبقري بتاعهم بقى، اسكى اخواته رئيس البلاد. فطلع ديكتاتور ما بيسألش الشعب انتم موافقين ان احنا نعمل الحاجة دي ولا لا. لا، هو صحي من نوم الصبح كده في ناموسة كده قرصاته، صحي قال لك لا انا هعمل المشروع ده، تمام؟ بسبب ان هو الوحيد اللي بيفهم وان الشعب كله ما بيفهمش وبياخدش راي الشعب، انحدر اقتصاد البلد بتاعته مقارنه بدول اوروبا الشرقيه، وحصل مجاعات. يا اخوانا ما في مجاعات مش مشكله، المهم في مبنى. يعني انتوا ليه ما بتبصوش على الحاجه الحلوه اللي في البلد؟ في مبنى اتبنى ولا فيش مبنى اتبنى؟ في مبنى اتبنى خلاص يعمل اللي هو عايزه، ان شاء الله حتى يخسر الشعب، احنا مالنا؟ بقى في مجاعات وفي توبير عشان ياخدوا حته عيش ولا بيضه، البيض بقى غالي جدا في الفتره ديت، والعائله مستمتعه بالطرف والبذخ ومصرين ان هم يبنوا اكبر مبنى ومش عارفين ان في مجاعات في الشعب. فهو عجبه مبنى البرلمان البريطاني وقصر الاليزيه الفرنسي وضخامه البنتاجون الامريكي، قال لهم بس انا عايز قصر بقى احسن من هم الثلاثه، مش مشكله الاقتصاد، مش مشكله الشعب، بس لا 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 ما فيش حاجه اسمها، احنا هنسميه قصر الشعب عشان الشعب ما يزعلش مننا. ففعلا سموه قصر الشعب، والشعب عمره ما دخل، تمام؟ ممكن يدخل عشان ينظف الحمامات اللي فيه. طيب البنتاجون اتبنى في امريكا فكلفه مبلغ، بس الاقتصاد بتاعهم يستحمل، رومانيا ما كانتش تستحمل فكلفها 80% من دخلها، تمام؟ ده اللي انا بقوله، ان في مشاريع تنفع تتعمل في الخليج، تمام، مش هنعترض عليها، لكن لما بتتعمل في بلاد تانية اقتصادها ضعيف ما ينفعش. لما تبقى اقتصادك قوي وعندك بذخ في المال، خد الفلوس وارميها على خد اشتري بها اكل وارمي الاكل ده في الجبل، ما حدش يقول لك حاجه ما دام الشعب مبسوط وسعيد وما عندوش ازمه اقتصاديه. طبعا البرلمان دوت كان 70 صاله كبيره، 2800 غرفه، 40 قاعه للمؤتمرات ومطاعم وصالات رياضية وبينج بونج ومجمعات في فنادق وشقق ضخمة للأشد ضيوف وأحسن وسائل المرافق وملجئين ضد الكوارث الذرية،
كان شغال فيها 17000 عامل. تمام، وده اسم مؤسس الشعب، يعني المفروض الشعب ما دام اتسمى باسمه يبقى محترم وما يعملش ما يعترضش على حاجه بتحصل. طبعا القصر كان جايب ناس رهيبه جدا، فعملوا حاجه تحفه، ودخلوا حاجات من تيان ان مين الصيني، ودخلوا حاجات من الطراز الانجليزي، فحاجه تحفه، حاجه احنا نفتخر بيها. مش مشكله ناكل، مش مشكله نشرب، احنا نستحمل. ونسأل الله ان يعني يحفظ بلادنا ويحفظ اولادنا، ويعني نختم بلاد كريمه: الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانت بلد قويه وعندها مباني رهيبه ومدن جديده كل حاجه. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. طبعا في أمثلة كتيرة جدا من القرآن، وفي أمثلة كتيرة جدا من التاريخ، لكن نكتفي بهذا إن شاء الله.